في المرحلة اللي احنا وصلنا ليها دي محتاجين نتعلم شوية حاجات تسهل علينا البرنامج، زي ايه مثلا؟ خلينا نضرب مثال. اول مثال خالص بالتحديد ازاي احدد حاجات مع بعضه. مبدئيا لو عايز احدد كل الحاجات اللي عندي في السلايد هعمل كنترول ايه، كل حاجة هتتحدد. لكن لو انا عايز مثلا احدد الصورتين دول مع بعض بس ويبقوا هم دول اللي اتحكم فيهم، فبس هشيل كنترول ايه اللي انا عاملها باني اضغط في اي مكان فاضي بره السلايد اصلا، وهبدأ اعلم الصورة دي واضغط كنترول واعلم الصورة التانية، الاتنين كده اتحددوا مع بعض. ممكن مثلا ابقى عايز اصغرهم الاتنين مع بعض مثلا واجيب اظبط حجمهم بحيث يبقوا مناسبين للسلايد بتاعتي، وهكذا. في مثلا حاجات من ضمن الحاجات اللي تسهل برضو علينا، وهي فكرة ان انا ممكن اجمع الاتنين دول مع بعض. اساسا هنروح لأرينج كده ونلاقي عندنا في خيار اسمه جروب، انا محدد الصورتين وفي هنا فورمات، هلاقي الاتنين عامل لهم جروب مع بعض. نضغط على جروب فجأة بقوا شكل واحد، يبقى اقدر اكبرهم مع بعض، اقدر اصغرهم مع بعض زي ما انا عايز. لو حبيت اغير فيهم تاني هعمل ان جروب ليهم، كل صورة هتبقى لوحدها، اقدر اضغط في مكان بره واضغط على الصورة دي لوحدها واغير حجمها بحيث تبقى مثلا في نص الصورة، وارجع مثلا احددهم مع بعض واخليهم جروب مرة تانية، واقدر برضو نفس الحكاية اكبرهم او اصغرهم حسب ما انا محتاج، واقدر اتحكم فيهم كأنهم شكل واحد في الفورمات بتاعهم، في كل حاجة تبقى كأنهم شكل واحد بالظبط زي ما احنا شايفين كده، اقدر اتحكم في كل حاجة. طيب ده التحديد وازاي اجمع الصور مع بعضها، وده في حاجات تانية كمان كتير تسهل عليا، زي مثلا ان انا لو عايز مثلا اكتب او اخلي نفس ديزاين الصورة دي مثلا، خلينا نعملهم ان جروب تاني، ولو انا عايز اخلي مثلا ديزاين الصورة دي زي ديزاين الصورة دي بالظبط، كل اللي انا هعمله اضغط بره وبعد كده هرجع اضغط على الصورة دي لوحدها واعمل على العلامة اللي عندي دي. العلامة دي موجودة في هوم تحت علامة المقص والحاجات دي، هتضغط على العلامة دي، هو كده جاب الفورمات بتاع الصورة دي. مجرد ما تضغط على الصورة التانية هتلاقوها بقت بنفس الفورمات، بنفس الحجم، بنفس كل حاجة، مش بنفس الحجم بس هتلاقوها بنفس الشكل بتاعها، تقدر تغير انت برضو في الحجم زي ما انت عايز. فكده انا خليت الصورتين فوق بعض بنفس الشكل، بدل ما اقعد اعمل ديزاين للصورة مرة تانية وكده، انا عايز نفس الديزاين ماشي. وتقدروا تعملوا الكلام ده في الكلام برضو، لو انا كتبت حاجة جديدة اصلا وعملت تكست بوكس كده وجيت اكتب اي حاجة وعايز اخلي الحاجة دي بنفس برضو الفورمات، هعلم هنا بس واضغط برضو على علامة الفرشة دي واروح اضغط على اللي انا كتبته جديد، الاقيه عمل بنفس الفورمات على طول. دي حاجة هتسهل عليكم جدا حاجات كتيرة وشغل كتير على البرنامج. طيب ساعات ببقى عايز اكرر نفس السلايد بنفس الخلفية بس اغير فيها حاجات بسيطة، كل حكاية انك هتقف على السلايد اللي انت عايز تكررها وتعمل كنترول دي، هتلاقي السلايد اتكررت معاك بنفس الشكل. ممكن تبقى حابب بقى تشيل حاجة وتضيف حاجة تانية مكان الحاجة دي، براحتك خالص وتعامل مع السلايد الجديدة زي ما انت عايز. من ضمن الحاجات اللي هتسهل عليك برضه هو ان انت لما تشيل حاجة زي ما انا عملت كده وعايز ترجعها تاني تضغط كنترول زد، هترجع لك الحاجة دي بمنتهى البساطة. عايز تشيلها تاني تضغط كنترول واي، هيرجعك للحاجة اللي انت عملتها برضه، يبقى كنترول زد وكنترول واي. هنلاقي هنا برضو شوية علامات كده محتاجين نعرفها عشان هتساعدنا جدا في البرنامج. مبدئيا العلامة دي هي نفس بتاع كنترول زد، كنترول زد اختصار ليها، هي اندو بترجع الحاجة اللي انت عملتها لو عايز ترجعها، والتانية دي لو في حاجة لو انا ضغطت كنترول زد وعايز ارجع بقى العلامة دي هتلاقوها اكتف فتقدر ترجع من هنا. طيب في علامات تانية؟ ايوه في علامات تانية، زي ان انت مثلا العلامة دي بتعرض عادي في الشاشة كلها من هنا، ممكن تقدر تعرب من هنا او تقدر تعرب من العلامة اللي تحت دي، براحتك خالص. في علامات تانية، الحاجات دي انا اللي حاططها، هي مش محطوطة، ده تكست بوكس مثلا انا حطه بدل ما اروح للتكست بوكس من انسرت واتعب نفسي انا حطه قدامي على طول. وفي شيبس برضو، بدل ما كل معابس اعمل شيب جديد اروح برضو لانسرت واعمل شيب، زي ما انا اروح انسرت كده هلاقي تكست بوكس وهلاقي شيب، بس انا مش عايز اعمل ده كل مرة فعايز احطها فوق كده. مبدئيا لو ضغطنا على السهم ده هنلاقي في حاجات كتيرة عندي، ما يهمناش ده قوي، بس ممكن لو عملنا شو بيل روبن ده الحاجات دي هتنزل تحت، ممكن تبقى عايزها تحت، دي حاجة ترجع لك، بس انا هرجعها تاني ابوف
ولو ضغطنا على السهم ده هنلاقي في حاجة اسمها more commands. بيفتح لي الخلفية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ازاي بقى اقدر اضيف حاجات تبقى قدامي على طول كده في الشريط قدام عينيا وقت ما احطها على طول؟ اول حاجة بتطلع من الشريط اللي فوق ده كده وتختار القائمة اللي انت عايز تضيف منها. ايه الامر اللي انت عايز تضيفه؟ بتشوف هو ايه، وليكن مثلا تكست بوكس. هتشوف التكست بوكس ده موجود في قائمة ايه؟ هو موجود في قائمة insert، فانت هتروح لقائمة insert tab دي، وبعدين تبدأ تدور على insert بوكس ده موجود في اني حتة بالظبط، لان الاوامر كتير في insert. فهتروح لتكست بوكس لقيناه اهو، وتضغط عليه وتعمل add، وتقدر تشيل اي حاجة انت مش عايزها. لو انت مش عايز start from beginning دي يبقى تعمل لها remove، لو انت عايزها سيبها خلاص، لكن لو انت مش عايزها يبقى خلاص شيلها. اعمل اوكي، هتلاقوا اللي حصل ان هي اتشالت البتاع بتاعت العرض الكامل دي، واللي اتحط تكست بوكس. دلوقتي تقدر تضغط هنا على طول وتكتب اللي انت عايزه، بدل ما تروح لانسرت ومن انسرت تقعد تدور بقى على كل مرة على تكست بوكس. لا، الموضوع بقى سهل. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تدعمونا ان احنا نكمل باستمرار ونقدم لكم حاجات مفيدة وحاجات ممتعة، بجانب الشرح اللي بنقدمه كمحتوى طبي لكليات طب. هنقدم لكم حاجات تانية كتير ممتعة. شكرا لكم.